هذا الفيديو. هذا اخواننا بالبصره وبالجنوب وبغداد وكل العراق مناسبكم. اي والله. والنعم منكم والله. والله لا يقصون. لا والله وراهم وراهم. اي والله والله مناسيهم بالقلب. وين 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 السياسيين الفاسدين؟ هذا مكانهم. اي والله. اي والله. اي والله بك يا عراق. احنا ما يعني شفنا الوذر كان المطر 100% بس رغم ذلك قررنا نجي من ولايات يعني بعيده. بارك الله فيكم. يعني هذا اكل شيء ممكن نقدمه للعراق. والله كفو منكم، والله احنا وياهم قلبا وقالبا. ويا اخوتنا هناك يعني الظروف من عندنا. صح. ان شاء الله بارك الله بكم، والله احنا جايين منكم انبس اوهايو من ساعات سياقه. اي والله المهم اللي هناك هم هناك ذولاك الابطال. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كفو منكم. والف تحيه للشعب العراقي ووراهم وراهم لحد ما تحطوهم سلات الزباله. الزباله ولد الزباله. الزباله ودي 18 بلد حضاري لا كهرباء لا ماي. والله صحيح والله صحيح. ان شاء الله صح. ان شاء الله ان شاء الله وتكون اكو قوه ضاربه لكل الفاسدين ويتحاسبون هم وعوائلهم وكل من يشتغل وياهم. اكيد لكن مع الاسف هذا النظام الانتقالي صح نظام دكتاتوري. نظام فعلا دكتاتوري يعني يا ريت دكتاتوري يعني على شخص واحد على كلهم دكتاتورية. اي والله اي والله بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم. ان شاء الله مدعوم مدعوم ان شاء الله ان شاء الله والله يعين ويرجع العراق احسن من قبل ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيكم واحنا ويا الشعب العراقي قلبا وقالبا. يلا